طيب نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة موضوع يهم الناس كلها، مسألة القهوة وطعم القهوة، وده يمكن جدل كبير بنشوفه الفترة اللي فاتت، وفكرة إنه الناس بتقول لك أنا بقيت أقعد أشرب القهوة طعمها مش زي زمان. إيه اللي بيحصل؟ وناس تقول لك القهوة مغشوشة، وناس تقول لك القهوة محطوط عليها حاجات تانية ما هياش قهوة. الأسعار أصلاً زادت جداً، وده عالمياً مش عندنا إحنا بس، وكمان القهوة ككواليتي طعمها مش بنفس الجودة اللي الناس متعودة عليها، وده طبعا يعني مزاج كبير لكل محبي القهوة. فموضوع الحقيقة لا يعني يضايق مسألة القهوة دي، وإيه اللي بيحصل فيها، وإيه الأسباب اللي ورا الموضوع ده. هل إحنا بنتكلم عن زيادة الأسعار عشان التغيرات المناخية وتأثر زراعة البن، وكمان البلاد اللي كانت بتصدروا فيها حروب و إلى غير ذلك، ولا إيه الموضوع؟ نروح للأستاذ حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك، وتعليقك على ما يحدث والناس بتقوله على مسألة طعم القهوة واختلاف طعم القهوة وزيادة الأسعار المبالغ فيها في القهوة. أهلا وسهلا أستاذة أديل، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. وبالنسبة للقهوة بتشكل طبعا أهمية كبيرة طبعا للمصريين، والاسواق طبعا شهدت في الفتره الاخيره ارتفاعات، ده عشان محصول البن بيواجه ازمه عالميه فعلا، يعني نتيجه ارتفاع البورصات العالميه في البن، ده اللي هو مؤدي لارتفاع الاسعار في الفتره الحاليه. يعني احنا كشعبه بن احنا خفضنا الاسعار 15% نتيجه انخفاض سعر الدولار، واحنا كنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نخفض ثاني لو الاسعار العالميه انخفضت، بس هو للاسف يعني احنا مش جايين مع التيار، التيار دايما بيجي عكسنا مش عارف ليه، فالاسعار العالميه اليومين دول بترتفع بطريقه جنونيه، ده نظرا بقى للتغيرات المناخيه اللي احنا بنواجهها في الفتره الحاليه ديت، لان في تغيرات مناخيه كبيره وفي تضخم اللي ادى لتكلفه الانتاج، والجفاف الشديد ادى لاضرار جسيمه للمحاصيل. المزارعين بتواجه خسائر فادحه في العديد من المناطق الجافه. واخد بال حضرتك ارتفاعات البورصه في لندن ونيويورك والبن الفيتنامي محصوله يعني اقل اكثر من 15% السنه دي، وفي تخوف ان السنه الجايه ان هو يبقى بيأثر على المحصول بتاع سنه 2025. طب حضرتك قلت لي انه عملتوا تخفيض في الاسعار مع توافر المخزون الدولاري بنسبة 15%، يعني احنا عايزين نسأل كده، كيلو البن عندنا دلوقتي الرينج بتاعه من كام لكام؟ كيلو البن حاليا دلوقتي يعني في حدود 400 جنيه للبن السادة، حوالي 500 جنيه للبن المحوج اللي هو محطوط عليه حبة، يعني 500 520 يعني. والجودة، لأنه يمكن أكيد حضرتك متابع الحديث عن مسألة الجودة، وإنه السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الموضوع ده، إزاي بتتابعوا هذا؟ والله هو بص موضوع الجودة دوت، البن كويس في السوق وكل حاجة، بس هي الناس متخوفة، أو الناس يعني من ساعة لما كان في كلام على إن البن مغشوش، البن فيه بيحطوا عليه حاجات ومش عارف إيه، وده كان مجرد كلام، يعني حضرتك تابعت ونزلت وشفت ده ما حصلش من قبل حد من التجار؟ والله قليل جدا جدا، واحنا قلنا قبل كده ان دي فئه مش موجوده في المهنه بتاعتنا، دي ناس دخلاء على المهنه دخلوا عشان بس ان هم يحققوا ارباح وكده، ما عندهمش محل، ما عندهمش مكان، ما عندهمش عنوان، واخد بال حضرتك؟ فده اللي مخوف الناس من جوده البن، لكن الجوده موجوده ولا زلنا بنستورد لغايه النهارده احسن انواع بن، وبعدين المحلات كلها يعني بتشهد بكده ان في طفره كبيره في استهلاك البن وفي الجوده بتاعته، لكن قلت ان الناس بس متشككه ان البن يكون مغشوش ولا حاجه، عشان كده بقول لك الجوده مش حلوه يعني، او الجوده مش كويسه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حسن فوزي رئيس شعبه البن بالغرفه التجاريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.